بحيرة تونغا عندما يأخذك سحر المكان إلى حدود ما لا نهاية. هي من بين البحيرات التابعة للحظيرة الوطنية للقالة، والتي تعد من المناطق المحمية في حوض البحر الأبيض المتوسط. تعتبر بحيرة تونغا من المناطق الرطبة وفق اتفاقية رامسار، حيث صنفت في ديسمبر من سنة 1990 كمحمية للكائنات الحية حسب الاتحاد الدولي لصون البيئة، نظرا لما تزخر به من تنوع نباتي وحيواني هام. تتربع البحيرة على مساحة 2600 هكتار. جمال وسحر المكان الخلاب الذي يحوي على أشياء نادرة وفريدة، أهلها لتكون مقصدا للعديد من الزوار من مختلف أنحاء المعمورة وعلى مدار السنة. وأنت تلج إلى هذه البحيرة، يستقبلك المرشد السياحي علي وعلي، المدعو علي التايلاندي، بابتسامة عريضة ليعرض عليك نزهة في البحيرة على متن قاربه. احنا جينا زوار من ولاية سكيكدا، جينا المنطقة هذه منطقة عبود، بصح احنا حبسنا لهنا باش نتعرفوا على مسيو علي التايلاندي اللي يخرج بالزوار في فسحة. ستانغيد با سور لو لاك، لا ريجون اي تري جولي، تسبل عجبتنا، ان شاء الله يزيد يجيو دوطخ بيرسون من توت لي ولايات د الجزائر بيان سور. عطانا معلومات فريمون هامه، تحويسه فور. On a bien apprécié pour la première fois l'Injiwa, l'endroit là. Je pense que c'est la troisième ou la quatrième fois que je viens ici. J'ai fait place. Alors, Thaïlande, Muzad Betonga, ou Mourshid Siyaha Biya, ou la Ditara Araa, Fihadi, Tabi Al-Khalaba. C'est pour ça que ولدي التورستيك معروف، عندي احتكاك وعندي حب للطبيعة بزاف، هذا الشيء اللي خلاني ننجح ونولي أشهر مرشد سياحة بيئية. وعن سبب تسميته بالتايلاندي يقول: نسبة للملامح الآسيوية والخدمة، هذه خدمة يخدمها في تايلاند، يقول لي بارك ما هيك. ثم راني كابر وعيش لهنا، سواح، وكنت نشوف سواح كبار يزوروا هذه البحيرات بدون الولوج ولا الدخول الى البحيرة. كنت ندير، جات لي الفكره باش ندير لي بارك السياحه البيئيه وندير الفلايك نزهه في القارب، تلمو عندي نيف وعندي معلومات جد وخيب. الخدمات المقدمة خلال النزهة السياحية عبر قارب علي التايلاندي تسافر بك إلى عالم خيالي لا يمكنك وصفه. بحيرة تونغا بحيرة تتربع على 2600 هكتار المساحة، 4 كيلومتر ونص طول و4 عرض. هي بمثابة منتجع للسواح الجزائريين والأجانب، بحيث هي نحن من عند اليونسكو، فيها كائنات جد نادرة نباتيا. نلقى نبات النوفر الأبيض سينسباس بروتيجي إتريرار، عندها إمبال فلور صباح تفتح العشية تغلق، معروفة بحيرة تونغا مشهورة بالنوفر الأبيض. عندنا نيمال لا لوتخ كلب الماء ولا عناق الأرض ولا ثعلب الماء، هذاك يتغذى على أسهم ماكل الحنكاليس ولا الشبوت ولا البوري، هذا كان مؤشر حيوي يدل على نظافة مياه البحيرة. هي مياه البحيرة عذبة
كي نقولوا فيجيتاسيو عرفها باللي دوس. عندنا السوسن الاصفر دي غير سيزون نبات مائي يدير في الطيور المحليه والمهازه ليني اللي عاشت في فصل الربيع. عندنا أزهار سنديان أزهار أمريكية موروثة لهنا. عندنا طيور مهاجرة ومحلية. محلية عندنا لابول سلطان السلطاني اسباس تريرار عنده باك روج وتقاه بلونويهو. عندنا ديريس ماتيرا التبرونش هذاك معيار يعني كي بلي هذه زون إميد ممتاز سيتان كنار نيشور معاش في بحيرة طون. بما أنا عندي احتكاك بالدكاترة وعمل الحاضرة اكتسبت خبرة استغليتها هنا في شرح معلومات للسواح الجزائريين ولا الأجانب ولا طلبة نديرو حتى لي صورتي تاع لي بيولوجيست مرشد وعندي معلومات جد وقيم ثم ما يتعبش حتى سائح ولا طالب. تبقى مثل هذا النوع من الخدمات السياحية يحتاج إلى الرعاية والدعم اللازم للتعريف بمثل هذه المناطق الرطبة التي تزخر بها ولاية الطارف قصد النهوض بقطاع السياحة بها.